السلام عليكم خاوتي، صح رمضانكم وصح فطوركم وصح سحوركم. اليوم جيت نهضر في واحد السجين وماركيت بزاف ناس عندهم مشكل معاه، اللي هو كيف تختار ميال تليفون للبوبجي تقدر تشريه. بون خاوتي، كاين ثلاث عناصر اساسيه راح نركز عليهم في الفيديو هذا. الاولى هي البيجي، دوزيام هي الكاتيجوري تاع التليفون سواء فلاج شيب ولا ميد رينج، تروازيام هي لي سان كاركتيريستيك برينسيبال دان سمارت فون، يعني الخصائص الخمسة الأساسية تاع أي هاتف. بعد ما تعرف وتحدد ثلاث حوايج هادو تقدر تعرف وش هو ميار تليفون تشريه بالسعر الفلاني بلا ما يخلطك ولا يغلطك حتى واحد. فيما يخص البيجي، هذه حاجة شخصية، يعني انت اللي لازم تحددها وتديسيديها، لازم تختارها بالمين والماكس، يعني شحال تقدر تحط دراهم مينيموم ولا ماكسيموم. ومن بعد لازم تختار الكاتيجوري تاع التليفون اللي راح تشريه، اسكو فلاج شيب ولا ميد رينج. فلاج شيب هي الهواتف الرائده كيما نقولوا لهم الاود جام، سامسونج عنده النوت والاس، الهواوي عندهم سلسله البي والميت. اما الميد رينج هي الهواتف المتوسطه كيما الريدمي عند شاومي والريلمي عند الاوبو، ولا سلسله الا والام عند سامسونج. وهنا عندك الاختيار، لانه تقدر تجيب، تبع مليح، تقدر تجيب فلاج شيب تاع العام اللي فات ولا اللي قبله كيما الجالاكسي اسناف، ولا تجيب الميد رينج تاع العام هذا كيما الريدمي نوت 8 برو، وفي زوز بنفس السعر، سواء ريدمي نوت 8 برو ولا الجالاكسي اس ناب، في زوز راهم بنفس السعر اللي هو حدود 4 ملايين. بيرسونيلمون شخصيا انا نفضل الفلاج شيب تاع العام اللي فات ولا اللي قبله، لانه دائما الهواتف المتوسطة الميد رينج ديما يستخسروا في المعالج اللي هو اهم حاجة كما راح تشوفون بعد. اخر نقطة معنا هي الخصائص. كما تعرفوا كل تليفون عنده خمس نقاط رئيسية ركز عليها: التصميم اللي هو ديزاين، الشاشة اللي هو سكرين، الأداء اللي هو بيرفورمانس، والكاميرا كاميرا، والبطارية الباتري. طبعا من المستحيل تلقى تليفون يكون ممتاز من كل النواحي، طبعا حتى إذا لقيت تلقاه يفوت العشرة ملايين. مادامك انت السبب الرئيسي اللي مخليك تشري تليفون جديد هو البوبجي، دونك لازم تركز على النقاط هادو وبالترتيب هذا، اللي هو الأداء الأول، البطارية الثانية، والشاشة أخيرا. طبعا التصميم والكاميرا اللي هما الزوز الاخرين ما يهموكش وما تحتاجهمش قد ما تحتاج ثلاثة هذو الاولين. فيما يخص البطارية، انا نختار بيرسونالمون يا تليفون باتري تشد مليح، يعني تكون فوق الكاتمير ويكون شحن تاعو عادي، ولا بطارية تشد نورمال، باتري تشد نورمال مش حاجة فور ومش حاجة عيانة، بصح مع الشحن سريع، يعني تلعب واحد الكات جيمز، تلعب ربع ليجيوم، تحطو في لاشارج نص ساعة بشحن سريع 80% تلقاه، تزيد تكمل تلعب عادي. وهذه ميار حاجة يعني عندي أنا. بالنسبة للترتيب اللي اخترته هذا تاع ثلاث حوايج الأولين، اخترت الأداء لأنه هو أهم حاجة، بس كم يهمش حجم البطارية ولا حجم ونوع الشاشة اللي عندك. إذا عندك تليفون أداء ناقص وما يمشيش 60 FPS، FPS اللي هو أهم حاجة في الأداء تاع البوبجي، تقدر تجيب جالاكسي ام 20، الباتري تاعو تحكم لك باليومين ثلاثة، وليكرون اكثر من 6 بوست، ما تقدر تلعب بيه حتى بست صوابع نورمال. مي كي يبدا يلاقي حيبدا وراح يبدا يلاقي عاجلا او اجلا، تولي تكره التليفون وتكره اللعبه في زوز مع بعضها. العادي تلقى بعض الناس اللي يروحوا يجيبوا ايفون 8 ولا ايفون 7 مالغري رام غاليين، اول حاجه غالي، ثاني حاجه ليكرون صغيره، ثالث حاجه الباتري ما تشدش. مي هو يروح يجيبوا، المهم يمشيها بسلاسه. مي بربي ان شاء الله اليوم راح يكون عندك اختيارات احسن. اهم حاجه في الاداء، طبعا نجي نهضروا على الاداء، اهم حاجه هي المعالج والرام. الرام لازم يكونوا مينيموم 4 جيجا درام، هي دو بريفيرونس يعني يكونوا 6 جيجا رام باه يكون الاداء كيما نقولوا اكثر سلاسه. فيما يخص المعالج، وهي الحاجه اللي تخليني دائما نختار الفلاج شيب على الميد رينج، كاين ربع معالجات معروفه في الساحه: سناب دراجون، معظم الهواتف الرائدة تحمل معالج سناب دراجون. لازم تأكد انه يكون فلاج شيب طبعا، تكون سناب دراجون 835 فما فوق، يعني سناب دراجون 835 فما فوق، لانه هذو هما اللي يمشيو 60 FPS. ثاني نوع معنا هو الهيليو، اللي يكونوا في هواتف الاوبو، في هواتف الكوندور، في هواتف الريدمي ساعات، تأكد انه يكون هو هيليو بي 70 فما فوق، يعني يكون نوع المعالج على الاقل هيليو بي 70. هذو كيما قلت لكم يمشيو 60 FPS. وكاين تاع الابل اللي حب ديما الابل، كاين الا لازم يكون اديس فما فوق، يعني من اللي خرجوا في 2016 ايفون 7 فما فوق، هذو يكون عندهم معالج اديس، هذو اللي يمشيوها 60 FPS.